أساسي مباراة ثانية كأساسي كأساسي فعلا والله هكذا اختيارات المدرب. هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، أوه في الشباك، كرة في الشباك من ياسين إبراهيم، الهدف الأول للمنتخب الوطني وسط بهدف أول، يبدو بأنه يريح نوعا ما. الكرة الممتازة في العمق من رياض محرز، وياسين إبراهيم يفتتح عداد وعداد المنتخب الوطني. عبد النور تكلمنا على إبراهيم انه يبقى وراء السليماني، ولكن المدافع يتدخل يلعب بسرعة. ياسين إبراهيم يتوغل، ياسين راعي، ياسين سجل، ياسين سجل، ياسين سجل، ياسين الهدف الثاني من ياسين إبراهيم بعد انطلاقة قوية، الهدف رقم 11 مثل القميص الذي يحمل 70 تقريبا بعد مجهود فردي. توغل، انطلق وبكرة أرضية لم يتمكن من ردها، وصد حارس منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى وسجل الهدف الثاني الذي ربما سيفيق العناصر الوطنية شيئا فيما تبقى من اطوار المباراه. يعني حتى تشوف شيء ايجابي، يعني الكره لعبها بسرعه لعب فرحاني، كان عندهم تمركز دفاع منتخب الجمهوريه الوسطى، مشى بالكره، وهذه طلبنا ان دائما مهاجمين يلعبوا بسرعه، والهدف الثاني خير دليل عن سرعه ابراهيمي، والهدف الثاني جاء عن طريقه جميله. سليماني راح بغداد بونجاح، بغداد بونجاح، هل سيسجل بغداد بونجاح؟ اسلام سليماني، أمنيتي يا إسلام، أمنيتي يا إسلام أنك تسجل في هذه المباراة، وحققت ذلك بهذا الهدف الجميل والرائع. إسلام سليماني الهدف رقم 26 له بألوان المنتخب الوطني، وأخيرا يطرد النحس ويسجل هنا بملعب 5 جويلية الأولمبي، صامعا التهديف. حتى بغداد بونجاح يعطيك الصحة، بغداد يطلب الدعم لهذا اللاعب. هاي الصداقة وهي الروح التي يجب أن تكون في المنتخب الوطني. بغداد بونجاح تحسب له أكثر من إسلام، انطلق وكان بإمكانه أن يتوغل أكثر، ولكنه فضل أنه يمرر لزميله ولصديقه إسلام سليماني الذي لم يتوانى في وضعها في الشباك. ربما تفاعلنا مع الهدف لأن هداف المنتخب الوطني جميل والرائع إسلام سليماني، الهدف رقم 26 له.